لكن احنا نقدر نسأل الأسئلة دي كلها للصديق والأستاذ العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري. برحب بحضرتك معانا طبعا، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شريف والسادة المشاهدين جميعا يا فندم، أهلا بيك. دلوقتي أنا كنت لسه بقول على التصريحات بتاعة المبعوث الأمريكي وقال إنه أي اتصالات سياسية سبقها السلاح، خلاص انتهى الموضوع. سؤالي، هل أنا غلطان لو قلت إنه مشهد البداية في الحرب الأهلية بدأ خلاص؟ يعني البداية كانت في نوفمبر الماضي الحقيقة. آه من قبل كده سابق، آه مفهوم، بس أصلي الوصول العاصمة يعني. بالضبط، هو ممكن يبقى مشهد بداية سقوط العاصمة ومشهد بداية الانتصار بالنسبة لجبهة تحرير تجري، قدرت انها الحقيقة تقلب الموازين بشكل كبير جدا خلال الفترة القليلة الماضية. بمجرد ما هزمت قوات ابي احمد، وهنا احنا بنتكلم على القوات الفيدرالية او الجيش الاثيوبي للدولة الاثيوبية الحقيقة، يعني تلقى هزيمة كبيرة جوه اقليم تجري وانسحب من الاقليم، كانت الجبهة بتتكلم على انها ليس لديها اطماع في العاصمة. الامر ده تغير بشكل استراتيجي ودراماتيكي كبير جدا بمجرد ان هم قدروا ان هم يعملوا تحالف مع الاورومو. عرقية الاورومو اللي بينتمي ليها ابي احمد واللي اديس ابابا بتقع داخل اراضي اقليم اورومو. ده قلب المعادلة وقلب التوجهات، واذا بينا قدام قوات التجري وهي تزحف بشكل سريع جدا محققة مجموعة انتصارات وتدخل الى العاصمة او تحاصر لحظة ما هنا العاصمة تجري.